الريجن الثالث راح يضل كمان نفس الشيء في اس سبيس في نفسه. فالريجن الثالث اس سبيس راح تضلها 10 kVA. ايش راح يصير بالفولتج؟ راح ينزل 4800 على 20، فبي بيس راح تساوي 4800 على 20 بيطلع 240 مظبوط. فاحنا كأن عمالنا بنولد 480 والكاستمر عم بيستهلك على 240. هاي بيس تساوي 10000 على 240 بيطلع هاي بيس 41.6. وزد بيس يساوي 240 على 41.6 فزد بيس بتطلع 5.76. هلا شو بنقدر نعمل؟ بقدر احول هذا الدايجرام لهذا الدايجرام، بقسم كل يونت من اليونتس على البيس يونت تبعتها. هاي راح تصير 1 بير يونت الفولتج اللي موجود هون. هلا رح ناخذ الار، قديش كانت ار عندنا بالسؤال؟ 20. على ايش بدي اقسمها؟ على زد بيس تبعتها 2304، فهاي بتصير 20 على 2304 بير يونت. وهاي 60 على 2304، طبعا هذه هون جي بير يونت. وضل عندي اخر شيء هون 10، بس 10 بدها تنقسم على الزد بيس تبعتها اللي هي 5.76، فبتصير 10 على 5.76 وبتضلها زاويتها 30، فبتطلع تقريبا 1.736 على 30. هاي طبعا هون بير يونت بير يونت بير يونت. هل تقدر تكمل الدائرة هاي؟ ايش نقدر نعمل الان؟ عندي هون زد وعندي هون زد وعندي هون فولتج سورس، بقدر احسب الكرنت؟ ايش راح يطلع معي الكرنت؟ بير يونت. شو يعني بير يونت؟ لما بدي ارجع بدي اشوف وين بدي الكرنت، بدي اياه هون، بدي افتش على الاي بيس تبعت هذا الريجن. اذا بدي اياه هون بدي افتش على الاي بيس تبعت هذا الريجن. بس هاي تحولت الان لدائره واحده. اذا هاي الدائره كيف بدي هلا افككها؟ بدي هذا احوله الى هذا باي فورم؟ بولر. بدي احوله عشان اجمعه ريكتانجلر اللي هون وريكتانجلر اللي هون. فبصير عندي هلا هون اي بير يونت بيساوي في بير يونت على زد بير يونت. هذه تساوي 1 على هلا زد عباره عن 1.5. خلينا نشوف الارقام اللي كانت موجوده هون بالمثال، خلينا نعمل المثال مباشره 2.3. فالارقام اللي عندي هون تبعت زد راح تكون زد لاين لما نقسمها بتصير، فزد لاين هاي اللي موجوده هون زد لاين بير يونت تتقسم الى 0.0087 زائد جي 0.026. هاي اللي هي اجت من 1.736 لا هذه المقاومات اللي هون، انا اسف انا هون اخذت هاي اللاين زد لاين. فزد لاين اللي هي اصلها ايش كانت؟ 2 على 20 على 2304 زائد جي 60 على 2304 مظبوط. هذا الرقم منطقي مش هيك؟ 20 على 2304 هذه صارت الزد لاين اللي هم هون. هلا زد لود بير يونت بتساوي 1.736 على زاويه 30 وتساوي 1.736 في كوساين ال 30 زائد 1.736 في جي في ساين ال 30 ويساوي. هلا هدول الرقمين بيطلعوا معي بيطلع 1.503 زائد جي في 0.868. هلا صار بامكاني ايش اعمل؟ اجمع هذا الرقم لهذا الرقم، بجمع هذا الرقم لهذا الرقم، بيطلع معي زد بير يونت. فزد
كلها كاملة بتكون عبارة عن مجموع هدول اللي بتطلع 1.512 اللي هاي زائد هاي زائد جي 1.894 وتساوي إذا بحولها لبولر كوردينيتس كل بعرف يحولها لبولر كيف بحولها لبولر ربع هاي على الكالكوليتر ماشي على الكالكوليتر هاي بربع هاي زائد هاي تحت الجذر وبعدين ايش باخذ؟ وارك تان هاي الكمية على هاي الكمية اللي هي بتطلع 1.757 على زاوية 30.6 وهاي كمان بير يونت من هون اذا الكرنت الان بيطلع معي 1 على 0 على 1.757 30.6 طبعا لاحظوا هاي لانها امبيدنس كانت الزاويه بوزيتيف الكرنت راح يطلع زاويته لاجين شيك راح تطلع الزاويه هون ماينس 30.6 والكرنت راح يطلع 0.569 بس هاي الوحده بير يونت هلا لو بدي اجي اسال السؤال خلص هذا وين بنطبق هذا الكرنت بير يونت بنطبق في كل مكان بنطبق هون وبنطبق هون وبنطبق هون مش هيك مش بقدر احسبها كيف بدي اطلع الكرنت هلا هون الفعلي بضربه فيه هاي بيس فبضرب هذا الكرنت اللي هو 0.5 او كاني عمالي بقول الكرنت اللي موجود هون هو 56.9% من هاي بيس اللي موجوده هون اللي هي كانت 20.83 ولو بدي اطلع الكرنت هون هو عباره عن 56.9% من البيس كرنت اللي موجود هون اللي هو 2.03 وهكذا اوكي بس فممكن مثلا هلا احسب الباور ديليفرد تو ذا لود هذا او اللوسز اللي في اللاين او الكرنت الفعلي خلينا نحسب الكرنت الفعلي اللي مار هون فالكرنت هون اكشوال بدي اضرب هاي الكميه فيه 20.83 فاي تبع السورس بيساوي 0.569 على ناقص 30.6 مضروب في 20.83 اللي موجودة هون اللي بطلع الكرنت أو حد يضرب لنا الرقمين أنا مضارب مش ضارب حد يضرب هذا الرقم فيه بطلع 10.2 او لا خليني احولها ل دولار تطلع اكثر شوي من 10 بطلع 11.85 والزاويه 86 ونفس الزاويه ايوه نفس الزاويه هلا هاي ايش وحدتها بتصير هاي بتصير هاي صارت وحدتها اوكي ماشي الكل متابع ولا زهقتوا